والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير جورج. يعني من وحي موضوع المفاوضات وإذا رح يصير فيه فعلا هدنة أو لا، كله هذا الأمر يؤثر على المشهد السياسي الداخلي في لبنان، كان على جبهة الجنوب أو على الملفات الداخلية المرتبطة بسائر العناوين. وقع الحال جورج أنه ما يحدث من بحث في مسألة وقف إطلاق النار والساعات الحاسمة قبل بلورة، خليني أقول مشهد أو معالم هذه الصفقة إذا رح تمشي أم لا، كل الأمور أو هذا الأمر فرمل كل المشهد السياسي اللبناني. يعني اليوم وين ما بتلتقى كل أحاديث يدور في مجال الحرب، ولا نحكي فيه لا في السياسة ولا في الرئاسة ولا في التشاور ولا في المبادرات، في حراك صغير للخماسية ولكن أيضا لمرحلة ما بعد هذه الصفقة. تفضلي. شكرا. في الساعات الحاسمة قبل استضاح مسار الصفقة ووقف إطلاق النار، كل معالم المشهد السياسي والإقليمي مؤجلة، خاصة في ظل المفاوضات القائمة وارتباطها بجبهة الجنوب. وفي وقت حقق فيه حزب العمال فوزا تاريخيا في بريطانيا وانتخبت إيران رئيسا جديدا خلفا لإبراهيم رئيسي، تخوض فرنسا يوم الأحد جولة انتخابية تشريعية ثانية، بينما يبقى لبنان من دون انتخابات ومن دون رئيس أو حتى جلسات أو انتخاب أو حوار أو تشاور. على خط الخماسية يعمل سفراؤها على ترتيب لقاء بداية الأسبوع بغياب السفير القطري الذي غادر بيروت يوم الجمعة، وذلك في إجازة قد تقطعها أي تطورات ميدانية، هذا وسط تردد سفير ثان في المشاركة لعدم جدوى الاجتماع في هذه الظروف، إلا أن مساعي دبلوماسية تعمل على ترتيب اللقاء لرؤية مفادها أن وقف الحرب بغزة يفتح المجال لانتخاب رئيس في لبنان، وبالتالي من الضروري البحث بالخطة تمهيدا لما هو قادم. هذا ويعلق مصدر سياسي على خبر لقاء السفير السعودي وليد بخاري المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وتوقيت تسريبه بعد يومين من حصول اللقاء، علما أن المملكة وتحديدا سفيرها في لبنان كانت طوال الفترة الماضية على مسافة واحدة من المرشحين من دون ترجيح كفة أي اسم على آخر. نقلت صحيفة الديار عن مصادر درزية أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط مع المقاومة في الجنوب وغزة والضفة قلبا وقالبا، مع حرصه على عدم توسيع رقعة الحرب، لكن إذا فرضها نتنياهو سنكون إلى جانب المقاومة. هذا وتضيف المصادر الدرزية للصحيفة أن جملاط يذكر دائما في مجالسه بمواقفه الفلسطينية، ولذلك كان حاسما في توجهاته الداخلية الحزبية حسب ما نقل عنهم، فهناك بعض الجعجعة بحسب قوله من قبل حزبيين يعارضون مواقف من المقاومة في الجنوب، من لا يعجبه ذلك باستطاعته تقديم استقالته من الحزب، والتباينات ممنوعة كليا فيما يتعلق بقتال الإسرائيليين وصمود المقاومين وتحديدا حزب الله في الجنوب. وبحسب المصادر الدرزية فإن جنبلاط بصدد القيام بجولات في الجبل لنقل مواقفه إلى المشايخ والحزبيين والأهالي والشباب، وذلك حول خطورة المرحلة وضرورة الوقوف في وجه المشاريع الإسرائيلية، ولا حياة للدروس في هذا الشرق إلا بالدفاع عن الثغور العربية والإسلامية وفلسطين، مع التأكيد على رفضه لسياسات بعض القيادات الدرزية في فلسطين المحتلة وللصور التي ينشرونها. ولذلك وجه باسمه الشخصي دعوة لطلال إرسلان ليكون إلى جانبه في بيصور الجمعة المقبل، كما وجهت الدعوات إلى شيخ ناصر الدين الغريب والوزير السابق صالح الغريب ومرجعيات سياسية وروحية، وذلك للتأكيد على وحدة الموقف الدرزي القومي والوطني من المقاومة وفلسطين وكيفية تجاوز الظروف الصعبة وإنهاء كل ذيول الحوادث السابقة، وتحديدا حادث قبر شمون التي طويت ملفاتها القضائية. أيضا رأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس قيادة الحزب والمفوضين ووكلاء الداخلية والمؤسسات الرافدة للحزب. وقال تيمور خلال اللقاء: إلى جانب موقفنا التاريخي والمبدئي إلى جانب قضية فلسطين، فإن موقفنا كان بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار واحترام حقوق الفلسطينيين كاملة. وفي لبنان أكدنا احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة، ودعمنا الدور الذي تقوم به اليونيفيل في خفض التصعيد الحدودي. أما في الشق المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، فقد شدد جنبلاط على متابعة كتلة لقاء الديمقراطي والحزب التقدمي
الاشتراكي حركة التواصل مع جميع الأفرقاء السياسيين، وذلك سعيا إلى الوصول لقواسم مشتركة وصيغة مكمولة من الجميع تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أن حسم الملف الرئاسي يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية وتجاوز أساليب التعطيل للالتقاء حول إنقاذ لبنان. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وذلك خلال احتفال تكريمي للشهيد نصرات حسين شقير في بلدة الصواني على أن المعادلة في لبنان بسيطة ومن سطر واحد، وهي عندما يتوقف العدوان على غزة تتوقف جبهات المساندة. اليوم التالي لما بعد وقف العدوان على صعيد لبنان يحدده أهل لبنان المعنيون بهذه المواجهة من جهات رسمية ومن المقاومة تحت سقف حماية السيادة وتعزيز قوة الردع إلى لبنان، تعزيز قوة الردع للبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه وعدم السماح لهذا العدو بأن يحصل بالسياسة على ما عجز عنه في الحرب. ما لم نسمح له بالوسائل القتالية وبالقصف وبالتدمير وبالاغتيالات لن نسمح له في لبنان أن يحصل عليه بالسياسة. اليوم التالي هو يوم لبناني بامتياز وقراره هو قرار لبناني. استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مقر إقامته باليرزي الرئيس اللبناني السابق العماد ميشيل سليمان، وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة ولا سيما الاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وأكد السفير السعودي في تصريح لقناة الجديد أن الأصالة التاريخية لرسالة لبنان عمادها إيمان شعبه بفلسفة معرفة العيش معا. رأى الدكتور في القانون الدولي الياس باسيل أن الموارن في لبنان لا يحدون عن نهج ماريو حنا مارون والبطريرك لحويك، مؤكدا من برنامج الحدث أن لا حل لأزماتنا إلا في الحوار. لا محيص عن الحوار. كيف اقتنعوا؟ طالب هو الأغلبية مقتنعة واللي واقف حجر عسرة بالآخر يتخطى الوقت، يتخطى الزمن وتتخطى الأحداث. وبعطيك دليل، باربرا ليف كمان من قبل اجتماع مع راب لما نقلت له سفيرة أمريكا لسمير جعجع قوم زال على الحوار ولا أنت يعني ما معك خبر شيء بما معناه، طيب باربرا ليف من أمريكا كمان أنا للبنانيين أن يتحاوروا أو دي بالجرائد يعني من الأسرار. طيب أمريكا ليش بدها الحوار؟ بدها الحوار تيرفق حزب الله؟ لا، أمريكا بدها الحوار تتحتوي تحتوي الانهيار اللبناني. ما هو دور الكركي اليوم وشو عم يعمل سيدنا البطرك الراعي اليوم، علما انه في مآخذ كثيرة ليس آخرة الإشكالية اللي صارت مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ أنا ما بعتقد حدا قاعد على كرسي ماريو حنا مارون وكرسي الحويك ممكن يشز عن منهجهم يلي هو لبنان الواحد الموحد، لبنان السيد والحر والمستقل. هلا بصير يعني جلتشز يعني كلاشات صغيره خلاف السوء فهم بصير وبعتقد بتمروا يعني ما بحيدوا عن خط الحويك وبالاخر بدافعوا عن لبنان بكل ما اوتيوا من قوه. هلا موضوع السلاح بحب ارجع له بنافذه سريعه. هلا سلاح حزب الله انا ما اكون محلهم يعني للشباب بحزب الله كلهم بصير حسن نصر الله وبن نازل، ولا ممكن اعطي سلاحي لحدا، ما بعطي سلاحي أنا وإسرائيل حدودي بكل ما تملك من القوة والبأس والإجرام، لأنه ثبت إجرام إسرائيل بغزة ما رح نشوفه أبدي أنا أبدا. بده ينعمل نظام جديد بلبنان بنسميه تطبيق الطايف بنسميه اللي بدك إياه، بس ينعمل هالنظام الجديد بصير في مجال للحكي بالسلاح. قبل هيك عبس أنه نتناكف ببعضنا حول تسليم السلاح.
زار وفد من قيادة حزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال مقر المجلس الإسلامي العلوي في جبل محسن، حيث تم التشاور والاتفاق على ضرورة صون الإنجازات التي يحققها المجاهدون في لبنان وفلسطين، وذلك عبر وحدة الصف والتمسك بالمقاومة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو أن طرابلس كانت ولا زالت ظهيرا لفلسطين وحاضنة للمقاومة ضد العدو. من جهته وجه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور التحية للمقاومين في لبنان وفلسطين، مشيرا إلى أن المقاومة عنوان شرف لبنان، وقال: نحن متمسكون بمقاومتنا التي صنعت لنا التاريخ والمستقبل، ونحن على مشارف نصر قريب سيحققه هؤلاء الأبطال. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة على المشهد السياسي. جورج، شكرا لك يا ريف.